الموظف ما تعب غير لجنة الانتداب، وانت ضيعت انتدابي ومخ راتبي، وانت ضيعت انتدابي ومخ راتبي. والموظف ما تعب غير لجنة الانتداب. أقول حنا ما نلعب ونغني إلا علشان المادة كاحترافية، لكن أنت يا عبد الله العلاوة ما عاد تجيب لي حفلات في الطائف، وفوق ذلك يوم تجيب لي حفلات تتأخر المكافأة أنها تصلني. لا نزل راتبك مالك وما لا الارتياب، استلم راتبك ثم انتبه لا تختبي. الله الله الله.